الأخ عبد العزيز عندي اتصال أبو زيد سم. لا عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الوجه الطيب يا هلا عبد العزيز. حياكم الله وبياكم. الله يسلمك والله الشرف حقيقة أنا نظهر معكم حياكم الله. من تلك الحلقة ونحن مشتاقون لسماع يعني الله يجزاكم الخير يا الله تلاوتك ونريد حقيقة أن نسمع وأيضا المشاهدون كذلك يسمعون شيئا من تلاوتك. تفضل حياك الله عبد العزيز أنا سلمت عليك. حياك الله يا شيخ. الله يا مرحبا اهلا وسهلا بك وينفع اوجعك تأمل المسلمين قل امين امين يا رب ان شاء الله بس يدخلون على صوتك صدى عشان طبعا اذكر ابو عبد العزيز الاخ الابن عبد العزيز ها من نتاج جمعيه المدينه القران الكريم الله الله انا شارك معنا قبل اسبوعين ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه تفضل يا عبد العزيز تفضل طيب. حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم هو أعلم بمن هو أهدى سبيلا. جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله يا عبد العزيز الله يزيدك الله لكن الله. عبد العزيز ترى ما احنا تاركينك نبغى نسمع مقطع ثاني صراحة. يعني ما شاء الله تبارك الله صراحة جزاك الله خير والله ينفع بك ويعني ينفع بهذه التلاوة العظيمة الحقيقة. سمعنا مقطع ثاني يا عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جزاك الله خير. احسنت. جزاك الله خير يا عبد العزيز. والله ما ودنا يسكت. الله يجزاك خير. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك يا عبد العزيز. امين. ويبارك فيك.